مشاهدينا الكرام، برحب بكل حضراتكم من جديد. أصبح خطرا على البشرية، هذه الكلمات التي قالها إيلون ماسك عن أوبن إي آي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، الشركة المبتكرة لبرنامج تشات جي بي تي. بالرغم من أنه من المؤسسي لهذه الشركة كان إيلون ماسك شارك في تأسيسها 2015، لكن اتهم مسؤوليها بانتهاك عقدها التأسيسي، لأنها تحولت من مجرد شركة من أجل خير البشرية لشركة هدفها الربح بسبب شراكتها مع مايكروسوفت. بيقال ان هو ده السبب اللي عمل مشكله ما بين الطرفين. خلينا نعرف تفاصيل اكتر، وايه اللي حصل وايه اللي خلى ايلون ماسك يصدر هذا التصريح. معنا هاتفيا مهندس احمد طارق، خبير امن المعلومات. برحب بحضرتك معنا على شاشه اليوم السابع. اهلا بحضراتكم جميعا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. خليني بس في البدايه عشان الصوره تبقى واضحه اكتر، اول ما ظهر تشات جي بي تي كان في مشاكل كتيره حضرتك اكيد عارف تخص الاي اي عامه او الاضرار الناجمه عنه، لكن انا عايز اعرف تحديدا مشكله مايكروسوفت بدات امتى؟ ايه اللي حصل بالظبط لما حصل شراكه مع مايكروسوفت؟ هو الحقيقه اللي حصل ان الموضوع كله انا يعني خلينا نفهم كده ان تقصير ايلون ماسك شخصيه مذبذبه وشخصيه غير مستقره تكنولوجيا او تقنيا، بسبب ان هو ممكن يصحى في يوم من يعني يلغي جميع التعاقدات مع جميع الشركات اللي حصلها، او ممكن يصحى يغير موظفي تويتر كلها، او ممكن يصحى مثلا يعمل حاجات كثيره. فمن ناحيه كشخصيه احنا لازم برضو نعرف احنا بنتعامل مع مين، من ملاك العمالقه التكنولوجيا او الشركات الكبيره من ناحيه شات جي بي تي او شركه اوبن اي اي او شركه مايكروسوفت وغيره. اللي حصل ان حصل تعاقد بين شركه مايكروسوفت وشركه اوبن اي اي عشان خاطر شات جي بي تي يكون مدعوم اكتر، واللي حصل برضو ان خوارزميات شات جي بي تي 4 الجديد تم اخفائها بعد ما كانت مطروحه في الاصدارات القديمه، ولكن دلوقتي تم اخفائها عشان خاطر ان بعد الشراكه دي ما حصلت بين مايكروسوفت وبين شركه اوبن اي اي. ولازم برضو نكون عارفين ان بعد كده تطورات الشركات التكنولوجيه كلها هتكون مؤسسات ربحيه، لان احنا لسه في البدايات بالذكاء الاصطناعي، ولكن في شركات تانية برضو هتعمل برضو تعاقدات تانية مع شركات اخرى، واكبرهم شركه عامله محرك جديد اسمه جوجل جيميناي. جيميناي ده اللي هو اكبر محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي ويملك اكبر داتا موجوده عكس شات جي بي تي. شات جي بي تي هو عباره عن محرك روبوتي بيعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو عن طريق مثلا اللوغاريتمات او الخوارزميات اللي موجوده بياخد من الداتا اللي موجوده سابقا في الانترنت، ولكن جوجل بيكون متحدث لاخر اصدار موجود في الوقت الحالي. واعتقد برضو صلح لي المعلومه انه تشات جي بي تي لما اتعمل كان يعني نوع من انواع التجربه، يعني اعتقد ما كانش فيه يعني دليل قاطع على انه هينجح بهذا الشكل. يعني كمان اقصد انه مع تطور الاي اي مع الوقت بيصبح تشات جي بي تي يعني مجرد نقطه في بحر. طبعا، لانه تشات جي بي تي هو الاكل اللي موجوده، وحصلت بعدها جه جوجل بارد. جوجل بارد اتطور بقى جوجل جيميناي، والمستوى الاخير اللي هينزل من جوجل جيميناي انا مش عايز الناس تتخض منه، لان مستوى مريب ومرعب جدا لدرجه ان حضرتك تفتحي فيديو كول بينك وبين جوجل جيميناي وتوري له مثلا صوره بط او توري له صوره مثلا كوره وتقولي له حط لي الكوره دي في مثال او جمله في فيديو معين، او يقول لك الكوره دي بتستخدماتها ايه، ويقعد يكلمك كانه انسان كامل مكلم المثقف عنده جميع المعلومات، عنده جميع الداتا اللي موجوده. في نقطه عايز اوضحها من خلال كافه حضراتكم مهمه قوي، ان في ناس بتسالني دايما ان الذكاء الاصطناعي والتطورات اللي احنا وصلنا لها دي كلها هتغطي على العنصر البشري، وطبعا ده غير صحيح تماما. احنا عمر ما الاله تتغلب على صانعها، دي لازم نحطها كده دايما. انا بقول ده يمكن مصطلح الخطر على البشريه، انا برضه كنت عايزه اعرف من حضرتك يعني ايه خطر على البشريه؟ ايه ممكن يحصل؟ حلو. اللي ممكن يحصل ان للاسف الناس دلوقتي بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي كانه لعبه، بتاخد صوت فلان وتغني بيه، بتاخد صوت فلان وتقوم متكلمه بيه، وده كله لا يمثل شيء من الذكاء الاصطناعي. ده حوالي 2% من بحر الذكاء الاصطناعي يا فندم، لان الذكاء الاصطناعي داخل في حاجات كتيره جدا زي الطب، التعليم، الاكل والشرب، حتى الحياه اليوميه. الذكاء الاصطناعي او الاله هتتغلب على صانعها في شرط واحد بس، إذا حصل هيكون العقل البشري فعلا ملغي، اعتمد الشخص اعتماد كلي على الآلة وهي تخلص كل المهامات اليومية اللي احنا ممكن نخلصها ويعتمد عليها بشكل
ان هو يكون موظف، ولكن اذا اعتمد على نفسه ووظف الذكاء الاصطناعي بجميع ادواته اللي موجوده حياته اليوميه وتساعده في الادوات كلها بحيث ان هو ينتج منه حاجات بتساعده فعلا وتوفر عليه الوقت، عمر ما الاله تتغلب على صانعها. وايه يعني الادوات؟ حضراتكم ادوات كتيره جدا، يعني حضرتك مذيعه ممكن تستفادي من الذكاء الاصطناعي عن طريق شات جي بي تي، جوجل جيميناي، عن طريق البي او، عن طريق حاجات كتيره جدا. طب ازاي نوفر ده كله او ازاي نفتح على ده كله في موقع كبير مشهور جدا يعني بيجمع جميع ادوات الذكاء الاصطناعي في شاشه واحده؟ الموقع ده فيه حوالي 2000 اداه، حضرتك تكتبي ان انا مذيعه ومحتاجه الادوات اللي تناسبني، تكتبي كده بنفس النص، واعتقد ممكن يطلع مكاني كمان. نعم؟ لا لا بالعكس، اقول لحضرتك على حاجه. انا بصفتي خبير امن وتكنولوجيا معلومات موظف شات جي بي تي وجوجل جيميناي عندي في اكثر من 6 أو 7 اجهزه دوليه، بتخلي الموظفين يكونوا في امان تام من ناحيه الحمايه السيبرانيه ومن ناحيه النصائح اليوميه. ثاني حاجه، انا عامل افاتار ليا في الميتافيرس، وقت ما انا اكون نايم كده في النوم وتعبان مش قادر اقوم اعمل ميتنج، لا انا بطلع الافاتار بتاعي ان هو يتكلم في موضوع معين مع ميتنج معين، ودي موضوع كبير برضه عايز له حلقات ثانيه من ناحيه الميتافيرس. انا بقى عايز اسال حضرتك سؤال قبل ما نروح لنقطه ثانيه متعلقه بالميتافيرس، هل فعلا لسه ما تمش تطبيقها لو هنتكلم على محيط جمهوريه مصر العربيه، ولا في ناس بتعرف تطبقها لكن هي لسه مثلا مش مقننه؟ لان انا بعد كده هروح لحضرتك نقطه القوانين والجرائم ممكن قانونا يتعامل معاها ازاي، فخلينا في ميتافيرس الاول، امتى تطبق؟ طيب الميتافيرس كده كده هي شغاله، وهي اجتهاد بشري موجود وتقدر تستخدمه في حياتك اليوميه وتقدر تعمل عليه اجتماعات. يعني انا باختصار شديد ازاي اقدر استفيد من الميتافيرس؟ الميتافيرس هي مساحه افتراضيه، ودلوقتي بقى في عندنا حاجه اسمها الميكسد رياليتي او الواقع المدمج اللي موجود في نظارات ابل فيجن برو او غيرها من النظارات اللي نازله جديد من الشركات كلها، وطبعا عمالقه التكنولوجيا كلها بتتحدى بعض من ناحيه الميكسد رياليتي، التقنيه اللي هتقضي على الهواتف الذكية أصلا. فمن ناحية النظارات والميتافيرس والحاجات دي كلها وفرت لنا جو أو بيئة محيطة جديدة متاحة نقدر نتكلم فيها مع ناس خارجية. وفي نفس الوقت احنا لو هنرجع بالزمن لورا مثلا في 2007 أو 2008 عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا نكلم بعض فيديو كول او نكلم بعض عن طريق الكاميرا وبالموبايل، وكنا مخضوضين قوي الموضوع ده، واكيد عملنا برضو مداخلات قبل كده على الكلام ده. وطبعا دايما بنعادي التقدم التكنولوجي، ولكن احنا مش بنعادي التقدم التكنولوجي على استخدام الاخرين، يعني مش عادي التقدم التكنولوجي ده خالص. لكن من موضوع الميتافيرس وموضوع الواقع الافتراضي، هو الحقيقه انك تقدر تستفاد بيه، حضرتك مذيعه تقدري تعملي مساحه موجوده داخل الميتافيرس على منصات موجوده، وفي نفس الوقت تقابلي فيها ناس، تتكلمي فيها ناس، في بيع وشراء فيها، فيها اراضي افتراضيه، فيها حاجات كثيره قوي. وطبعا من ناحيه تقنينها مثلا في مصر او غير مصر، هي اغلب اراضي الميتافيرس او اغلب مواقع الميتافيرس بتعمل بالكريبتو كرنسي او العملات الرقميه، وطبعا في مصر العملات الرقميه ما انصحش حد يتداول بيها لان هي ممنوعه تماما والقانون يجرمها، ولكن في بعض الدول سامحين بذلك. وطبعا البيتكوين والعملات الرقميه دي هي مش نصبايا، ولكن ممكن يتعمل عليك نصبايا بيها. خدوا بالكم برضو من موضوع العملات الرقميه والموضوع ان انا ادخلك في موضوع بيتكوين او غيره، لا طبعا اوعوا تعملوا كده، اسمعوا الكلام اللي انا بقى من الخبره انه مع الوقت ممكن يبقى مقنن عادي، ويبقى دي تعاملات مع طبعا الخبره اكتر في الميتافيرس. هو طبعا ده هيحصل، لانه كده كده احنا داخلين على تقدم تكنولوجي كبير قوي، وكلنا هنستفاد من تقنيه البلوك تشين والتقنيات الجديده اللي موجوده، لان دي نعم ربنا انعمنا عليها، انعم علينا بيها من ناحيه الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، وان هي تختصر الوقت وكمان بتقضي على الفساد، وكمان بتوفر حاجات كثيره في حياتنا اليوميه ان احنا لو استخدمناها. وانا هنا بصفتي خبير تكنولوجي ان انا انصح الناس واعيهم ازاي يمشي على الطريق السليم في الموضوع ده. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، انا المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، على كل هذه المعلومات نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكل حضراتكم على هذه المتابعه الطيبه، مره اخرى تحياتي لكم ساره اسماعيل، وفي امان الله.